نستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لا تشعرون صدق الله العظيم. وأنا عندي 7 سنين ماتت مامي وطبيعي عايشة مع بابي وأختي إلهام. بابي راجل مش عادي، يوسف البدرشين، رجل أعمال وسياسي، بيحبني جداً بس مش فاضي، وأنا والله مقدرة. هو بيحاول دايماً يعبر عن حبه ليا بأنه يخلي حسابي في البنك فيه ملايين. السلام عليكم ورحمة الله. فلوس فعلاً ما بعرفش عايزة. أخواتي وأخواتي، أحب أعرفكم أن أنا رشحت نفسي علشانكم أنتم، علشان طلباتكم أنتم، علشان نبني مصر مع بعض، علشان اللي محتاج يلاقي الاحتياج بتاعه، وعلشان أولادكم وأحفادكم. الأزمة اللي موجودة في البلد حالياً هي أزمة أخلاق. لازم كلنا نخاف على بعض، لازم كلنا نحب بعض، لازم كلنا نثق في بعض. إحنا لازم كلنا نبقى إيد واحدة علشان مصر، مش عشان أي حد، عشان مصر. وأتمنى من الله عز وجل إني أكون محل ثقتكم وجدير بأصواتكم. يا بابا! بابا! أنا اتخرجت وبقيت دكتورة! الناجح يرفع إيده وقولي إيه! من صغري وأنا عارفة إني غنية، بس برضو أصريت أدخل كلية صعبة. أيوة بيني الشهادة. أيوة عمي. بنتي بقى دكتورة. أيوة رسمي. دخلت كلية الطب وبقيت دكتورة، دكتورة أطفال. ورغم إن بابي كان عايز يعمل لي أحلى وأشيك عيادة، بس أنا رفضت. وبشتغل في مركز طبي خيري لأني بحب الناس البسيطة، ببقى نفسي أساعده وأقف جنبه. أما أختي بقى فبتشتغل مع بابي في البيزنس بتاعه، ده غير طبعاً إنها بتحب تتفرج على البرامج الرياضية وبالأخص المصارعة الحرة. الفيسبوك بالنسبة لي هو حياتي، لأن معظم الناس اللي دخلوا حياتي مزيفين ومش حقيقيين. الناس في الفيسبوك ودودة ومجاملة وبيشاركوا الواحد كل مناسباته ومشاعره، بس أنا استسلمت للعالم الافتراضي ده. بفرح مع الناس وللناس، وبزعل برضو مع الناس وللناس، ناس أغلبهم معرفهمش، لدرجة أني لما بتخيلهم بتخيلهم في شكل صورة البروفايل بتاعتهم، حتى لو صورة البروفايل دي هي صورة قطة أو حتى كتكوت. حياتي بقت المركز والفيسبوك، والفيسبوك والمركز، لحد لما اتخطبت لمصطفى وغيرت حالتي الاجتماعية من سنجل لإنجيجت. كنت فرحانة قوي وحاسة أني أسعد إنسانة في الدنيا. بس مصطفى خاني، ما أقرب صاحبة لي، عقدني بصراحة، ورجعت حياتي تاني كلها لنفس الحياة، المركز والفيسبوك. حياتي حياة صعبة،
طول عمري لوحدي من وانا صغير، لا شفت الأب ولا أم، بس عندي إمكانيات كويسة وبحاول أستغلها أحسن استغلال. لسه قدامي كتير عشان أوصل اللي أنا عايزه، بس متأكد إن أوصل. النهاردة يبقى بقالي 4 سنين بكتب كل يوم قبل ما نام حصل إيه في يومي، ودايماً اليوم بيبقى فيه حاجات مسلية ومثيرة. والله أنا تعودت عليك قوي، لما بصحى من النوم ساعات ولاقيك مش بعتلي مسج بتنكد. طب أعمل إيه بقى عشان أشوفك؟ طب حتى مش هتقوليلي اسم المستشفى اللي أنت شغالة فيها إيه؟ لا مش هقولك. شهر بحاله بنتكلم، لا مخلياني أشوفك ولا حتى عايزة تديني رقمك. كله بأوانه يا جوجو. طب أنا مش عايز، وأكيد هشوفك قريب. معلش سامحني يا جلال، ساعات بيكون وقتي ضيق قوي، أنت عارف ظروف المستشفى. النهاردة يوم مش عادي، المفروض يكون كده. تعب شهر كامل، تجهيز وفلوس ووقت ومجهود، كل ده لازم يكون له نتيجة اللي أنا مستنيها. يا مسهل. بوك اكتر. خلاص يا حبيبتي قومي. عندها صديق جامد على اللوز، هو ده اللي عامل لها النزله المعويه. انا رايي انها لازم تعلق محاليل في المستشفى، تبتدي بقى كورس الانتيبيوتيك. طب ودي مش غاليه يا دكتوره؟ انا عارفه ظروفك كويس، ما تقلقيش، دي هديه مني المره. بس ده كتير قوي يا دكتوره. ولا كتير ولا حاجه، المهم صحتها بس تبقى كويس. ربنا يخليكي لينا يا دكتوره يا رب. اتفضلي. ده اسم الدواء. شكرا يا دكتورة. العفو عليك. سلام يا سلام يا مرو. والله انا ما عارفه اقول لحضرتك ايه. الله يبارك لك يا دكتوره. ما تقوليش حاجه، وحتى لو مش قريبتك وظروفها كده انا كنت ساعدتها. انا الحمد لله بكسب كويس، ما فيهاش حاجه لما اعمل حالات مجان. والله يا دكتوره انت حته سكره، ربنا ما يحرمنا منك ابدا، ونشوفك عروسه مع احلى عريس في الدنيا. طب سيبك بقى من الكلام ده ويلا نشوف شغلنا. حاضر. الو، ازيك يا حبيبه بابا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كريمان انا عايز منك خدمه. والله هتطنشيني زي كل مره. اطنشك؟ لا طبعا مش هطنشك، انا بس بحس ان انا اتفه من انك تطلب مني حاجه. يا بابا بطني وجعاني. يا دكتور الواد تعبان جوي. معلش المسكن 5 دقايق وهيشتغل. كريمان انت معايا؟ ايوه ايوه معاك. قول لي بقى ايه الحاجه اللي كنت عايز تطلبها مني. طيب شوفي يا حبيبي قلبي، انا عايزك تفضلي نفسك النهارده او بكره بالكتير قبل ما اطلع سويسرا. اصلهم يا ستي عايزين نعمل صفحه ليا في الفيسبوك. ها؟ لا 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 لا، غير صفحه الحزب خالص خالص. ما انا كان ممكن اقول لهم يعملوها هم، بس تبقى بجميله يعني. طب اقول لهم ليه وانا انا عندي خبيره هنا في البيت قاعده 24 ساعه قدام البتاع ده؟ ولا ايه؟ ماشي اوكي، باي باي يا حبيبتي، اشوف. كريمان هاي، ازيك؟ ايوه يا فندم. انا جلال. جلال؟ جلال مين؟ جلال مين؟ جلال زيدان. جلال جوجو. جلال جوجو؟ ها؟ حضرتك هتهزر معايا؟ أنا معرفكش. شكلك راجل محترم، خلي بالك هنا كمان مكان محترم، فياريت تمشي بالذوق أحسن. مش معقول تكوني شبهها للدرجة دي. طب بما إن حضرتك شايفاني راجل محترم، طب ممكن تسمعيني؟ هو مش حضرتك دكتورة كريمان البطرشيني دكتورة الأطفال وبتشتغلي في مستشفى الأمل الخيري؟ على فكرة أي حد ممكن يكون عنده المعلومات دي. طب ممكن أقعد بس أشرح لك؟ لا. طب بصي يا ستي،
دي الرسائل اللي كانت بينا على الاكونت بتاعك. اتفضل. ايه ده؟ دي مش انا. هي صحيح صورتي بس انا معرفكش ولا عمري عملت تشات معاك. هو مش ده اسمك ودي صورك؟ ايوه، لكن الاكونت ده مش بتاعي. انا مش عارفه حضرتك جايب الاكونت ده منين. ده اكيد حد منتحل شخصيتي. معقوله؟ ده انا بكلمك بقالي شهر. طب اتفضل اقعد. اتفضل. يعني حضرتك المفروض جاي النهارده على اساس ان احنا في بينا ميعاد؟ لا لا خالص، انا باجي هنا احيانا، بس اول ما دخلت ولقيتك بصراحه ما كنتش مصدق نفسي. انا مش عارف اقول لك ايه. انا بكلم صاحبه الاكونت ده بقالي شهر تقريبا كل يوم، ويعني تقريبا في بينا مشاعر. يعني انا اسف، يعني بجد مش عارف اقول لك ايه. يعني حضرتك المفروض فاهم انك على علاقة بالدكتورة كريمان يوسف البدرشين. انا كده فاهمة صح؟ للأسف هو كده فعلا. طيب ممكن اشوف الاكونت؟ عايزة اتفرج على الصور. طبعا اتفضلي. ده في ولا 200 صورة ليكي. ايه ده؟ ده بينزل نفس الصور اللي انا بنزلها، وتقريبا في نفس الوقت. حضرتك لازم تبقى فاهم الاكونت ده مش بتاعي. انا كده فهمت. واضح ان دي مش حضرتك. انا اسف. انا اسف. جايز اكون فاجئتك او احبطتك، بس واضح ان اللي كان معاك الفتره اللي فاتت اشتغلك صح. عمري ما تخيلت ان انا ابقى ساذج للدرجه دي او يضحك عليا بالشكل ده. بس انا عايز اعرف يا ترى ايه السبب اللي يخلي حد يعمل كده. يعني المرضى النفسيين كتير، بس كانت محبوكه قوي لدرجه ان انا اتدلقت زي الجرده. سوري ان انا ضحكت، بس انت صعبان عليا جدا. بس انت لازم تاخدي موقف من الشخص ده. طبعا طبعا، بس انا مش عارفه المفروض اعمل ايه بالظبط دلوقتي. اول حاجه وفورا تعملي ريبورت الفيسبوك وتقولي لهم ان في حد انتحل شخصيتك، واول ما يتاكدوا من ده يقفلوا هم الصفحه. اوكي، هعمل كده اول ما اروح. وانا كمان اول ما اروح هعمل ريبورت ده. طب ممكن تقولي الريبورت ده بيتعمل ازاي؟ انا بصراحه ما اعرفش. هشرح لك، بس الخطوات دي هتاخد شويه وقت. اوكي. حضرتك جاهز تطلب حاجه؟ لا لا، انا هقوم امشي. لا لا، خليك تشرب حاجه. انا بصراحه طالبه اكل. لا مش عايز ازعجك. لا لا مفيش ازعاج. شوف الاستاذ يطلب ايه. تحت امرك يا فندم. عايز واحد بيف تندر لاين لو سمحت. تحب تشرب حاجه حضرتك مع الاكل؟ لا شكرا. سي قول لي بقى الريبورت ده يتعمل ازاي. بص يا ستي، والله زي ما بقول لك كده. لا ولما تتقمص بقى او يتقمص، ما انا مش عارف بقى اللي بيشتغلني ده راجل ولا ست. واقعد انا طول الليل افكر ازاي صالح. الواحد عمال يفتكر في شويه حاجات دلوقتي زمانها بتقول عليا اهبل رسمي. معلش معلش، بتحصل في احسن العائلات. مش عايز اقول لك انا حاسس بايه دلوقتي، احساس غريب جدا. ابقى بكلم واحده بقالي شهر وبتمنى اشوفها، لا وهي رافضه بقى وعماله تتدلع، ولما اشوفها بالصدفه تطلع هي مش الشخص اللي انا كنت بكلمه، انما هي هي بقى الشخصيه الحقيقيه. شفت اللفه شكلها عامل ازاي؟ ولا في الافلام. فعلا صدفه غريبه جدا. بس بالنسبه لي صدفه حلوه قوي. هو أنا في حاجة عايز أطلبها منك بس محرج شوية. Let me guess. عايز تاخد نمرتي؟ ياه، ده أكبر من أحلامي بكتير. أنا بس كنت عايز أعمل لك آد على الفيسبوك بتاعي. وهتبتدي كل ده من الأول؟ شفت أنا صبور إزاي؟ بص، أنا مقتنعة إن مفيش حاجة اسمها صدفة، وكل حاجة بتحصل في الدنيا ليها سبب أو حكمة. وانا صريحه، انا لو ما كنتش ارتحت لك عمري ما كنت هسمح لك انك تقعد معايا. فانا ما عنديش مانع ان احنا نتبادل الكونتاكتس، بس اوعى تخليني اندم بعد كده. اوعدك انك مش هتندم.
دي قصة غريبة قوي. غريبة قوي. بس هو بصراحة ولد ذوق ومحترم يعني جدا. شكله حلو؟ حلو. حلو قوي. ايوه بقى. ايوه بقى ايه؟ لا انا برد على السؤال بس. بصي يا بنتي، ان شاء الله ان شاء الله انا حاسه ان الموضوع ده اخره خير. الحاجات اللي بتحصل بالطريقه دي غالبا بيكون ليها سبب. Everything happens for a reason. انا برضو بقول كده. انت عارفه ان انا بعد موضوع مصطفى مش عايزه اخش في اي حاجه. مصطفى ايه كوك انت تبقي معقده وكده؟ لا حبيبتي خالص، موضوع وعدى خلاص، ترمي ورا ظهرك. وبعدين بصي اختك عادي، اديها ليكي قدوه، مفركشه 4 مرات وعادي يعني قاعده باكل فشار بتفرج على فيلم. ايوه انت بارده لكن انا مش كده. انت عارفاني انا هبله. لما بحب بحب بجد. لما بزعل بزعل قوي قوي. امسكي بقى اعملي لنا ريبورت للاكونت الزفت ده. هات بدل ما انت قاعده تتريقي عليا في اي اسئله ولا الامور كده بقت بالنسبه لك واضحه؟ لا كل حاجه واضحه، بس الموضوع اصله هياخد مجهود ووقت. ما عندكش اي حد يا بابا يعمله لك في الحزب وخلاص؟ في كتير في الحزب طبعا، بس ده موضوع بتاعي انا، وانا مش عايز اكلف اي حد في الحزب يعمل لي حاجه تخصني. وبعدين هو مين اللي هيدير الصفحه دي غيرك انت يا كوكا؟ ما انت كده كده قاعده 24 ساعه على الفيسبوك. يا بابا هو حضرتك فاكر ان هي فقيقه بقى وتعرف تعمل لك حاجات الفيسبوك وكده؟ دي لخمه. ده انا كل ما اسالها على حاجه تقعد تقول لي ما اعرفش. انا ايوه ده انت والله يا بابا هي مش انا. طب خلاص هتشوفه. هتشوفه عامل لك بيج عامله ازاي وريني. وعند فيك يا بنات حبيبتي. يا وبعدين بقى ما تاخديش على كلامها. ده انت باين عليك حدوته. هاي على طول كده. هاي ميرسي على الفريند ريكوست. انا اللي ميرسي انك قبلتي. انت قلت لي انك مهندس كمبيوتر بتعرف تعمل صفحات لشخصيات وكده. ازاي؟ مش فاهم. أصل بابي عايزني أعمل له صفحة على الفيسبوك على أساس إنه فاكرني خبرة وكده، وأنا طبعاً بلح. أو طبعاً ده سهل جداً، بس فاهميني الموضوع إيه بالظبط. ولو حابة أكلمك أنا تحت أمرك. أنا ما ورايش حاجة دلوقتي. اكلمه بقى عشان نخلص ولا ايه؟ بقى عشان نخلص ولا انا بتلكك؟ اوكي نتكلم. مع اننا بقالنا كتير بنتكلم، بس حاسس ان انت مش متحمسه قوي ان احنا نتقابل تاني. لا مش فكره مش متحمسه يعني، بس احنا يا جلال ما نعرفش بعض، وهننزل نعمل ايه يعني؟ ما انا عايز اعرفك نفسي كويس. لعلمك بقى انا حاسس ان انا اعرفك من زمان، ده انا بقيت افهمك من صوتك. يا سلام خبير قوي يعني. يا ست ولا خبير ولا حاجه، بس اللي يهتم بحد ويركز معاه يقدر يفهمه بسرعه. جلال هو انت عايز مني ايه؟ هو لازم يكون في هدف من ورا ان انا عايز اعرفك؟ انا عايز ابقى جنبك وحابب وجودك في حياتي. كل بني آدم مننا محتاج إنسان يبقى جنبه يثق فيه ويتسند عليه ويكون مصدر أمان في حياته. أيوة بس اشمعنى أنا يعني؟ جلال ثانية واحدة. أيوة 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 جلال، معرفش في زلطة دخلت كسرت الفاز عندي. نعم إزاي ده؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي رماه؟ معرفش، بصيت بس الدنيا ضلمة مش شايفة حاجة. انتوا مش عندكم امن؟
ايوه عندنا واحد واقف تحت. طب خليه يبص حوالين البيت كده ويفتح عينيه، بس ما تقلقيش ممكن تبقى حاجه طايشه من هنا ولا من هنا. تحب اجيلك؟ لا لا لا، تيجي فين؟ انا هعمل زي ما قلت لي، ما تقلقش. اسمعيني كويس يا كريمان، انا لما بقول لك اجيلك ما بقولش كده وخلاص، انا مستعد اقعد تحت البيت طول الليل عشان تبقي مطمنه، وارجوكي اي حاجه تحتاجيها في اي وقت لازم تكلميني على طول. اتفقنا؟ ميرسي يا جلال، ما تقلقش. باي. إلي إلي، أنا آسف. أنا لا، ولا يهمك يا فندم، ولا يهمك، مفيش حاجة والله. اتفضل يا فندم. اتفضل، حضرتك لوحدك؟ أيوه. اتفضل يا فندم. إيه رأيك يا فندم في الترابيزة دي، كويسة؟ جدا. اتفضل يا فندم. المنيو يا فندم، ولا تحب اقول لحضرتك اختيارات الفطار النهارده؟ لا لا شكرا، انا خمس دقايق بس ابص واطلب. اكيد يا فندم، تحت امرك طبعا. شكرا. اكيد. يا جلال معلش، انا اسف، انا محتاجك ضروري قوي. شكرا. انا بقالي ساعه قاعد مش قادر افهم بالظبط ايه اللي حصل. معلش يا جلال، متوتر قوي. واضح طبعا انك متوتر، وده منعكس عليا. ممكن تهدي كده بقى شويه وتحكي لي الحكايه من الاول، من اول ما نزلت من البيت؟ حاضر. انا خرجت من البيت عادي زي كل يوم. ركبت العربيه وانا ماشيه، لقيت عربيه ماشيه ورايا، دخلت الشارع جانبي لقيتها برضو راحت داخله نفس الشارع، جيت اسرع راح مسرع هو كمان، جيت ابطأ راح عامل زي ايه. ها كملي. طيب اكمل ايه؟ ما انا ما رضيتش اروح لحد العياده، انا ركنت هنا عند الكافيه ودخلت كلمتك من جوه. انت مش شايفه ان الموضوع ممكن يبقى مجرد صدفه وواحد ماشي في مساره الطبيعي زيك؟ لا لا لا، مش صدفه، انا متاكده انه قصدني. ده حتى ما كانش فارق معانا، انا اخدت بالي انه بيراقبني. انا خايفه قوي يا جلال. خايفه من ايه بس؟ يعني ان شاء الله مفيش حاجه تخوف. مفيش حاجه ازاي؟ يعني امبارح ازاز اوضتي كسر، والنهارده واحد مشي ورايا وتقولي ما تخافيش. انا قصدي بس نكون هاديين يعني عشان نعرف نفكر. انت ممكن تبقي موهومه من اللي حصل امبارح. لا احتمال. بس انا متاكده ان حد من منافسين بابي عايز يأذي. هيأذيكي ليه بس؟ مش عرفني بقى. المهم انا عايزه امشي من هنا دلوقتي، خرجني من هنا. طيب حاضر. دلوقتي لو سمحت الشيك، لو سمحت. ايه دي؟ طيب خلاص إيه، انا معاك اهو. انا خايفه. متخافيش. أنا متشكرة قوي يا جلال. أنت مش فاهم إنك جيت لي بالسرعة دي عملت فيا إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ بتبص على إيه؟ هي دي العربية؟ أيوه تقريباً هي. يا ريس خد. طب لف الكاب جنبي عشان نلحقه. يلا الحق مين؟ لا طبعاً مش همشي وراك يا ستي. طب ناخد رقم العربية. طيب لا ماليش دعوة، أنا خايفة. أهو ماشي أهو. أوه. طب الكابي جنبي هوصلك، وبعد كده برجع اخد عربيتي. يلا لف. انا مش عايزه اكبر الموضوع، بس في نفس الوقت مش عايزه اطنش عليه. صح ولا لا؟ أكلم بابي أقوله؟
والله ما عارف اقول لك ايه، بس لو ده هيطمنك خلاص اعملي كده. ولو اني عارف ان هو مسافر مكالمتك دي اكيد هتقلقه جدا. هو ده اللي انا مش عايزاه برضه، انا مش عايزه اقلقه وهو مسافر. اعمل ايه بس يا ربي؟ بص يا كريمان، انا همشي وراك اليومين اللي جايين دول، يعني اتاكد بس ان مفيش حاجه. ده لو مش هدايق. لا طبعا يا جلال، هتسيب شغلك وحياتك وهتمشي ورايا؟ ده مش حل. يعني الكام يوم اللي جايين دول بس، اتاكد ان الموضوع مش اكتر من مجرد صدف يعني. شعورك النهارده طول اليوم. احنا هنعمل كده بجد؟ اتفضلي يلا. ميرسي. كريمات انا وصلت تحت اهو. سوري يا جلال، انا خلاص 10 دقايق ونازل. ولا يهمك، خدي وقتك. ماشي. ولا يهمك. يلا جلال، مش عارفه اقول لك ايه، انا تعبتك قوي. ولا تعب ولا حاجه، ده انا بشكر الزلطه اللي كسرت الفازه بتاعت اوضه، واحب على راس الراجل اللي مشي وراكي ورعبك ده، لولاهم ما كانش زماني بشوفه كل يوم. ميرسي. كريمان انا جاهز اهو، اجيلك؟ لا طبعا تيجي فين، انا اصلا خلاص اطمنت ومش قلقان. انا اصلا بكلمك من الشغل. ايه ده؟ يعني راحت عليا خلاص، مش هشوفك تاني بقى. لا مش قصدي يعني، بس انا تعبتك كتير اليومين اللي فاتوا، ارتاح مني بقى شويه. وبعدين انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. بصي بقى يا ستي، لو عايزه تكافئيني بجد يبقى تقبلي عزومتي على العشاء بكره. لا ابتدي بقى، افتحي شويه. لا هقفل. يا بنتي اسمعي كلامي بس. وعليك يا كوكي، شكلي حلو؟ قمر طبعا. بجد؟ بجد جدا. هو انا مش قلت لك ان موضوع جلال ده اخره خير؟ صراحة هو يجنن، راجل وجدع، بس انا خايفه لما يعرف ان انا معجبه بيه يتقلب. انت عارفه الرجاله بقى. ليه التشاؤم؟ ليه؟ وبعدين الحاجات دي بتحصل مع العيال الصغار. وبعدين خايفة يطلع بتاع بنات. ايه ده يا كوكي؟ واحنا هننقي؟ كلهم بتوع بنات حبيبتي؟ لا انا مش عايزة اعيد تجربة مصطفى دي تاني، ده انا اموت فيها. جالك مسج على فيسبوك. لا اكيد هو، بس ما كلمنيش على الموبايل ليه؟ تعالي شوف. اجري اجري تعالي. اوعي تفتكري انك هتفلتي بعملتك وانا هعرف ازاي اخد طاري منك. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بعت الكلام الاوفر ده؟ واحد مسمي نفسه ابو عمر؟ اكتبي له انت تقصد ايه. كتبت. تفتكري بيهزر؟ اكيد
اكيد يعني عندك على الفريند ليست شوفي كده. لا رايك اوكي، انت عارفه كويس فلوسي وعربيتي هرجعوا، يعني هرجعوا. انا عرفت انت مين وساكنه فين وهفضحك. لو عايزه نتفاهم اتصلي على الرقم ده. ايه الكلام ده؟ انا هكلم بابا. لا 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 ما تكلميهوش، حرام عليكي، مسافر هيعمل لنا ايه وهو مسافر؟ هتقلي ايه على الفاضي؟ هنعمل ايه؟ حسبي حسبي، انا هكلم جلال يشوف ايه المصيبه دي. الو ايوه كريمان انا وصلت. ايه جاهزه ولا ايه؟ استنى يا جلال عايز اقول لك على حاجه. ايه خير في ايه؟ في مسج غريبه قوي جات لي دلوقتي. اديني الرقم هكلم. طيب بس افتح السبيكر. طيب الو ايوه مين معايا؟ أنا جلال زيدان. أقول إني خطيبك. أوكي أوكي. خطيب الدكتورة كريمان البدرشين. هو حضرتك بقى ما شاء الله عليك خطب واحدة نصابة؟ لا احترم نفسك واتكلم عادل، يا إما والله العظيم هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. بالراحة يا أستاذ شوية بالراحة، أنت بتكلم صاحب حق مش واحد بيعاكس. وصاحب حق في إيه بقى إن شاء الله؟ الهانم اللي أنت بتقول إنك خطيبها قلبتني في فلوسي وعربيتي. تحب بقى نحلها بالذوق ولا بقلة الأدب؟ أنت ولا تعرف تقل أدبك أصلاً. اتكلم عدل وخش في الموضوع. ها يا استاذ انا مش لسه هرغي معاك في المحمول، انت بتقول خطيبه يبقى تروح تساله وتعرف منها. اسالها مين اللي قعدت تكلمه شهر كامل على الفيس حب وغرام لحد ما عملت لك الكمين الصح وهوب قلبتني. اعرف وهنتكلم تاني. سلام. شكلك صدقته ولا ايه؟ ده مجنون، انا معرفش عنه حاجه والله العظيم ما اعرف عنه حاجه. اهدي يا كريمة اهدي، ولا صدقته ولا حاجه، بس الموضوع شكله ليه علاقه بالاكاونت المزيف بتاعك. ما تقلقيش انا هعرف اتصرف. انا لو بابا كان هنا انا كنت قلت له هو كان هيتصرف، بس انا مش عايزه اقلقه وهو مسافر. كريمان انت بتثقي فيا ولا لا؟ ايوه طبعا بثق فيك. ولو انك بتقوليها كده وانت مش متاكده، بس انا بقول لك ثق فيا. انا عارف طبعا ان باباكي لو كان موجود كانت هانت الدنيا، بس انا كمان اقدر احميكي. أنا أسفة يا جلال، من ساعة معرفتك وأنا مدخلك في قصص وحوارات أنت مالكش أي ذنب فيها. ولا أنت كمان ليكي ذنب. بصي أنا أعرف محامي مهم جدا، صديقي اسمه الأستاذ عبد التواب، هقعدك معاه بكرة وهو يخلص الموضوع ده كله. ومن هنا ورايح يا ست مش عايزك تشيلي هم أي حاجة، خلاص؟ أنا هرجع البيت، مش قادرة أخرج، مش في المود، أعصابي تعبت وجزء. أنسة كريمان، واحد عايز حضرتك بره. ايه؟ واحد عايز حضرتك بره. واحد مين يعني عايز ايه؟ هو قال لي ان في حاجه مبعتلك من نيابه. نيابه؟ متأكده من الكلام اللي بتقوليه ده ولا بتخرفي؟ اه والله يا دكتوره متأكده. طيب انا رايحه له اشوف فيه. انا مش عارفه في ايه، انا هيجيلي استدعاء من نيابه. انا خايفه قوي يا جلال. متوتريش قوي كده يا كريمان، متقلقيش، احنا كده كده هنروح للاستاذ عبد التواب المحامي. يعني شويه كده نعمل له توكيل ونروح له. بس انا النهارده عندي مستشفى وعياد. اجليهم بقى، مشاوير دي اهم. انت ناسيه ان انا كمان عندي شغل ومش هروح علشان اخلص معاكي الموضوع ده؟ ايوه انا برضه حاسه ان انا بعطلك عن شغلك. انا محرجه منك جدا. هو انت ليه مصره تعامليني كاني حد غريب؟ مع اني بقيت عاملك انك انت اهم حد في حياتي.
شوف يا استاذه كريمان، طبعا في اجراءات ممكن نعملها فورا، يعني مثلا ممكن نعمل بلاغ ان في حد كان منتحل شخصيتك، وهنستعين في البلاغ ده بالرسائل اللي كانت متبادله بين الشخص ده وبين الاستاذ جلال. طبعا الرسائل دي موجوده يا استاذ جلال، ده بالاضافه لشهاده الاستاذ جلال بنفسه. بس قبل كل ده لازم ناخد اجراء مع الراجل اللي بعت لك رقم تليفونه، ونشوف استدعاء النيابه ده يخصه ولا لا. تقصد تقول ان الاستدعاء ده ممكن يبقى لحد تاني خالص؟ استدعاء ممكن يكون لنفس الموضوع، وممكن يكون في حد تاني عامل بلاغ برضه. بلاغ ايه؟ وانا عملت حاجه اصلا؟ لا لا مش انت خالص، بس اكيد الراجل اللي عمل الاكونت بتاعك ده ما كانش عامله عشان يتسلى. بتهيألي كده ان الاستاذ جلال كان هيبقى الضحيه الجديده. بالمناسبه يا استاذ جلال، بعد ما حتى تتكلم مع الراجل اللي كان منتحل شخصيه الانسه لمده شهر بحاله، تفتكر الراجل ده لو كان طلب انه يقابلك كنت هتعمل ايه؟ بصراحه كنت هروح جري. بس كده بقى يبقى الموضوع واضح. اه بس كده دي تبقى عصابه. طبعا يا جماعه انتوا بتتكلموا عادي كده وانا في الف حاجه مرعوبه منها. يعني الموضوع ده لو وصل للصحافه انا مش متخيله ان انا ادور بابا في شغله بالطريقه دي. لا 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 ما تقلقيش، على فكره انا خبير في قضايا الانترنت، بس الاول اديني فرصه افهم ايه موضوع البلاغ اللي متبلغ فيك في النيابه ده. طب والراجل اللي بيتصل ده هنعمل معاه ايه؟ انا رايي انكم تقعدوا معاه بشكل ودي في الاول عشان تفهموا ايه علاقته بالموضوع. خلي بالك لو البلاغ اللي في النيابه ده متبلغ من شخص تاني بنفس الشكوى، هيبقى الراجل اللي اسمه ابو عمر ده هو كمان ضحيه. ساعتها بقى لازم تشرحوا له الحكايه وتفهموه انكم في مركب واحده، ولازم تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتتعاونوا مع بعض عشان توصلوا للراجل ده، عشان هو كمان يقدر ياخد حقه منه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. جلال زيدان. ابو عمر. اتفضل. ازيك يا كريمان، عامله ايه؟ ولا لسه عايزه تعملي انك ما تعرفينيش؟ انت عارف كويس قوي ان انا ما اعرفكش، وانت كمان اول مره تشوفني فيها في حياتك. ليه؟ انت مش عندك عربيه جيب حمراء واشرفتي بنفسك على النصابيه اللي اتنصب عليها؟ لا 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 لا، اهدى على نفسك شويه واسمعني كويس. انت ما تعرفنيش، انا ممكن اخد فيك اعدام دلوقتي حالا. اياك يخرج من بقك لفظ اشك، مجرد شك إن ممكن يضايقها أو يضايقني. شيش يا ابني. أنا لحد دلوقتي بكلمك بمنتهى الهدوء والعقل، ولو أنت فاهم إن أنت جاي تعمل الحبتين دول علينا فمش هينفع. أما بقى لو أنت عايز تتكلم زي الناس المحترمة أنا معاك للصبح. أنت مالك واخداك الجلالة قوي كده ليه؟ مش عايز تصدق إن الهانم تعرفني كويس وإنها قعدت تتكلم معايا على مدار شهر كامل؟ أنت كداب. استني بس يا كريمان، بلاش الكلام المستفز ده. أكيد اللي كان بيتكلم معاك الفترة اللي فاتت دي حد منتحل شخصيتها، وده كلام عادي يعني بيحصل كل يوم على الفيسبوك. ماليش فيه. وبعدين يعني يسرى ولا لام شين عشان حد ينتحل شخصيتها؟ هي دي حد يعرفها اصلا؟ قولي الاول، هو انت اللي كنت ماشي وراها اليومين اللي فاتوا دول وبتراقبها؟ لا انا ما كنتش براقبها، انا كنت بتاكد ان هي اللي اشرفت على النصابيه بنفسها، واظن ده حق. حقك ايه وزفت ايه؟ انت مين اللي اداك يا استاذ؟ اسمعني بقى بدل ما انت قاعد تضيع وقتك ووقتي. الله، الهانم خطيبتك بعد شهر حب وغرام ومراسلات على الفيسبوك ادتني معاك في 6 اكتوبر، وطبعا انا رحت مش مخون، رايح اقابل مزه بقى. رحت لقيتها قاعده في عربيه جيب حمرا، نزل منها 4 رجال ثبتوني وخدوا العربيه وخدوا اللي فيها. خدوا كان فيها 10,000 جنيه وفرش حشيش. يا عم دي مش كريمان، ده حد تاني منتحل شخصيتها، ده في حد تاني مقدم فيها بلاغ. ده انا نفسي حصل بقول لك انا شايفها بنفسي في قلب العربيه. يا عم اللي انت شفتها دي اكيد اوحيت لك انها كريمان. حاطه بقى باروك على شعرها، حاطه مكياج، اي حاجه من الزفت ده. افهم بقى يا اخي. يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان في حد خد صور الانسه كريمان وعمل بيها حساب مضروب على الفيسبوك كانها الانسه كريمان؟ اه اه ماشي، حلو حلو. طب ولو قلت لك ان الانسه الاموره خطيبتك دي بعتلي صور خاصه ليها؟ تقصد ايه بصور خاصه دي؟ انت هتستهبل. استني يا كريمان، انا متهيألي ان انا حذرتك قبل كده، يظهر ان انت فاهم ان انا بهوش. بقول لك ايه، انا لا بتهتب الكلام ولا بالصوت العالي. وبعدين المثل بيقول لك الجمل طلع النخل، ادي الجمل وادي النخل.
خد عشان ما نرغيش كتير. ادي الصور اللي هنم بعتكها لي، بص عليه. انت جبت الصور دي منين؟ شوف بتقول لي جبت الصور دي منين؟ يعني انا هجيب صورك بالبيكيني منين؟ الصور دي يا كريم دي صوري مع واحد انا كنت مرتبطه بيه وكنا هنتجوز، انا ما اعرفش هو جابها ازاي. بص يا استاذ، عشان انا نفسي قصير وخلقي ضيق، العربيه تساوي 150 الف جنيه وكان فيها 10 بياك يعني 160، يا تجيب ال 160 يا تجيب العربيه، وحلال عليكم فرش الحشيش. وبعدين ما تقلقش من موضوع ان الصور دي تطلع، انا مستعد اكتب لك ورقه بكده يعني، ولو طلعت ابقى انا مطلعها بقصد التشهير. وانا بصراحه ما يهونش عليا بنت يوسف بيه البدرشين، خصوصا ان الراجل عنده سبوبه حلوه يعني في السياسه. ما تعطيش ما تعطيش يا غالي. متهيألي انت شايف حالتها شكلها عامل ازاي؟ اديني فرصه لبكره وانا هرجع اكلمك. اه ماشي، حسب على الحجر. سلام. الصور دي شكلها متاخدة من على الكمبيوتر بتاعك، شكله معمول له هاك محترم. جايز، هو انت شاكك فيا ولا ايه؟ اصلك من ساعة ما الراجل مشي وانت بتكلمني بطريقة غريبة جدا. مش شاكك فيكي، بس بصراحة انا اتضايقت جدا لما شفت الصور دي. انا قلت لك انها كانت مع خطيبي، انا عارفة ان الصور اوفر شوية، بس احنا كنا في مصيف. انا عارف الكلام ده. المهم الواد ده لو نزل الصور دي على النت ولا سربها للصحافه هتبقى كارثه. ما هو ده اللي انا خايفه منه، انا هديله فلوس وخلاص. تديله ايه؟ ما ينفعش طبعا نستسلم له بالسهوله دي. مش موضوع استسلام، انا موقفي صعب، انت لازم تقدر موقفي. انا بنت راجل سياسي مشهور، يعني هو ممكن دلوقتي ينزل لي الصور دي على الفيسبوك، تويتر، على الانستجرام، ممكن ينزلها في كل حته، يعني انا ممكن اتفضح وبابي كمان يتفضح. والله اللي انا اعرفه ان صاحب الحق ما بيخافش. ولا انت بقى عامله عامله وبتداري عليها ولا ايه؟ عامله عامله؟ يعني انت شاكك فيا فعلا؟ تصدق انا فعلا غلطانه ان انا قاعده مع واحد ولا اعرفه ولا يعرفني؟ استني يا كريمان، استني بس، رايحه فين؟ يو يو بقى، استني يا ستي. سيبني يا كريمان، مش عايزه اقعد معايا. كريمان عيب، احنا في الشارع، ما ينفعش شكلنا وحش كده. بقول لك سيبني. يا شبح مالك بيها؟ اتكل على الله يا حبيبي، انت اهو خليك في حالك. يلا بقى جبت لنا الكلام، تعالي. اتفضلي اتفضلي بقى لو سمحت. لازم تفهم ان انا ركبت بس عشان ما اعملكش مشاكل في الشارع. في ايه يا كريمه؟ انت ليه فهمتي غلط كده؟ لا انا ما فهمتش غلط، انت اللي قلت بلسانك ان صاحب الحق مش بيخاف، وان اللي بيخاف ده واحد عامل عامله، مش انت قلت كده؟ انا بجد مش قصدي، بس انا استفزيت جدا بصراحه من الصور اللي شفتها دي، والواد كمان شكله غلط، وكمان انت مش عامله حاجه غلط، انت بجد خايفه من ايه؟ حقك عليا، معلش حقك عليا بجد، ما كانش قصدي. فكيها بقى. ماشي.
قوي، مش هقدر اشتغل. ازاي بس يا دكتور؟ انا جاي لحضرتك من 7 الصبح وبقى لي هنا في العياده اكتر من 3 ساعات. يا استاذ بقول لك تعبانه واعصابي تعبانه وايدي بتترعش، هدي الولد حقنه ازاي؟ طيب ادي الورقه دي للممرضه اللي جنبنا. دكتور سيد ده دكتور شاطر جدا، اشطر مني. روح له هو. انا اسف. الف سلام عليك. الله يسلمك. يلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا دكتوره؟ فيكي ايه؟ انا اول مره اشوفك كده بالمنظر ده. تعبانه. بقول لك ايه، اطلعي كلمي دكتور وائل، شوف يجي ولا لسه يجي يستلم مكاني، انا مش قادر. حاضر يا دكتور. السلام عليكم. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اهدي كده شويه وانا جاي اقعدك، عايزك في كلمتين. طيب سوسن اطلعي اعملي المكالمه من بره. حاضر يا دكتور. ولا اقول لك؟ لا خليكي واقفه، خليكي واقفه. حاضر يا دكتور. سوسن هتفضل قاعدة واحنا بنتكلم؟ ايوه هتفضل قاعدة، ايه مشكلتك؟ عندك مشكلة؟ لا انا ما عنديش مشكلة لا سمح الله، بس الكلام اللي انا هقوله ما ينفعش سوسن تسمعه عشان ما يحصلكيش انت مشكلة، اسمعي مني. فأحسن لك يعني طرقيها وخليها تتكل على الله، يعني لغاية ما نقول الكلمتين. قولي سوسن تتكل على الله بس دلوقتي. طيب سوسن اخرجي انت اتكلم مع الأستاذ وخمس دقايق وترجعي. حاضر يا دكتور. فاهمة؟ خمس دقايق وترجعي. اه خمس دقايق ناكلها، خمس دقايق ناكلها، أعضها أصلي. انت مالك بتعاملي معايا كده ليه؟ ليه؟ انت عارف ان انا غلبان وانا جاي اقتلك. لا قوة الا بالله. انت عاوز مني ايه؟ اكون عايز منك ايه؟ انا عايز الكاشات، عايز الفلوس اللي انتوا نصبتوا عليا فيها. يا استاذ ابو عمار. مين ابو عمار؟ انا اسمي ابو عمار. ابو عمار. انا اسف. يا استاذ ابو عمار، انت اكيد عندك اب او ام. واكيد عندك حد بتحبه قوي. وحياة اعز حد عندك. عاملني معاملة ترضي ربنا. ايه المعاملة ترضي ربنا؟ هو انا متجوزك ومش واخد بالي؟ ايه المعاملة ترضي ربنا؟ بقول لك عايز فلوس يا عايز حق. انت عارف ان انا ماليش اي علاقة باللي حصل. ازاي مالكيش علاقة باللي حصل؟ وانا اصلا ما اعرفش غير، وبعدين ده انا ما صدقت ان انا وصلت لك. انت بقى بتقول ان في حد تاني انتحر شخصيتك، قولي له هو مين وانا اجيبه وحسب. وانا هجيبه منين ده؟ هو انا اعرفه؟ بس لو حضرتك تعاونت معايا وحطينا ايدينا في ايدين بعض ممكن نوصل ونجيب حقك وحقي. وبعدين يعني معقولة واحدة بنت ناس زي بنت راجل زي يوسف البدرشيني هتبقى نصابة؟ طب احلف لك على المصحف، والمصحف انا ما قالوا الحرام احلف قالهم جالي الفرج. بقول لك ايه، انا ماليش في الكلام ده، انا بكح اضرب وبعض في البلاط، كل اللي انا عايزه فلوسي ودلوقتي حالا. قدامك ساعة زمن تجيبي فيها الفلوس وبعدين نقعد انا وانت نتفق على اي حاجة انت عايزاها كده، يا اما يعني لك صور يعني عندي. أظن إن أنت في ناس معينة مش عايزاهم يشوفوا الصور دي. ده اسمه ابتزاز. آه هو كده فعلا. يعني الابتزاز دي يعني كلمة بايخة أوي. بس المهم يعني إن أنت بقى تخافي على سمعتك أنت وأبوكي، خصوصًا إن أبوكي داخل على انتخابات ومعمعة وسبابيب، لم الدنيا. بعدين هو مش حمل هبلة زي دي تجيبه الأرض يعني. عايز أسمع رد. طيب اديني فرصة اجيب لك الفلوس من البنك، بس اضمن من انك مش هتهددني تاني بموضوع الصور ده. ما انا قلت لك قبل كده مستعد اكتب لك ورقة وامضي وارسم عليها ان الصور دي لو خرجت ابقى انا السبب. بس انا مش متأكدة ان اللي انت بتقوله ده يحميني. ولا انا والله. ولا انا قلت لك اللي عندي، عايزة تصدقي صدقي، مش عايزة تصدقي اخبطي دماغك في اقرب حيطة. ايه يا سامسونج؟ ما الخمس دقايق خلصوا ولا ايه؟ اه خلصوا. لا هما ما خلصوش، بس احنا خلصنا كلامنا. اتفقنا ولا ايه؟ فين يا بنتي؟ ما بتصديش ليه؟ انا لسه خارجه من البنك، كنت بجيب الفلوس. فلوس ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اللي اسمه ابو عمر ده جالي العياده وهددني، يا اما اجيب له الفلوس يا اما هينشر الصور. طب وما كلمتنيش ليه يا بنتي؟ قلت لي اللي حصل. انت جايه دلوقتي تقولي لي اهو اللي حصل بقى. طب انت فين دلوقتي؟ انا لسه خارجه من البنك نفس الشارع. طب يلا انا جاي لك حالا. يلا باي باي باي.
اعمل ايه؟ هو اللي جالي العياده وفضل قاعد لي لحد ما رحنا مع بعض البنك. وانا كده غلطانه؟ طبعا غلطانه. يعني تدي له نص الفلوس من غير ما يمضي لك على ولا حاجه كده؟ لا، ما انا ما اديتلوش الفلوس كلها، اديته النص بس. كويس ان هي جت لي الفكره دي. انا ما كنتش عارفه اصلا الورقه اللي هيدياني دي المفروض يبقى مكتوب فيها ايه. لا انا مش فاهم انت ليه ما كلمتنيش، على الاقل ابقى معاكي في كل خطوه. انا مش بقى، انا كنت متلخبطه ومش عارفه اعمل حاجه. الحمد لله ان الفكره دي جت لي اصلا. المفروض ان انت تبقى معايا عشان تقولي الورقه دي المفروض يبقى مكتوب فيها ايه. ده جاب لي ورقه ممضي عليها. محضر ورقه وماضي عليها؟ ايوه. لا انا ما مصدق اللي انت بتقوليه ده. ايه بس؟ ايش عرفك الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ والامضه دي امضته ولا لا؟ حتى الاسم اللي مكتوب ده مش ممكن جدا يبقى مش هو هو نفس الاسم المكتوب في البطاقه بتاعته؟ ما اعرفش بقى، انا ما فكرتش بالطريقه دي، بس انا حسيت ان في حاجه غلط فتصرفت كده. الحمد لله، على الله بس هو ما يطمعش ويرجع يساومك من اول وجديد. يا نهار اسود، هو ممكن يعمل كده؟ اه طبعا، ليه لا؟ ما انت لقطه. ايه جلال انت بتكلمني كده ليه؟ انا هتجنن، هتجنن من ان الواد ده اخد منك الفلوس دي بالطريقه دي. اعمل ايه؟ ما هو جالي وقعد لي في المستشفى، وبعدين انا ما عنديش اي استعداد ان بابي يشوف الصور دي ويقع فيها. الواد ده مش سهل ابدا، وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه. جالك الساعه 10 الصبح عشان ما اديكيش فرصه انك تفكري، ويعرفك انه يقدر يوصل لك في اي مكان واي حته. انا كنت مرعوبه وهو موجود. ما علينا، انا كنت بكلمك اصلا عشان اقول لك ان الاستاذ عبد التواب المحامي كلمني وقال لي ان بما يخص موضوع النيابه ده في حد مقدم بلاغ ضدك بسرقه عربيه في المعطل. انا تاني؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ ولا قبلين، هو قال لي ان سهل قوي ان هو يثبت ان مفيش رسائل بينكم انتوا الاثنين، ان اكيد في حد مخترق لجهاز الكمبيوتر بتاعك ومزيف الاكونت بتاعك. يعني ده غير شهادتك كمان. عايزك تطمني. تمام. طمن ايه؟ أنا بقيت حاسة إن أنا عايشة في كابوس. يا ست اطمني، الموضوع سهل وتافه. آه، بس كده بقى يبقى أبو عمر ده مظلوم فعلاً واتنصب عليه. يا ست حتى لو كان ضحية، بس ضحية بنت 60 في 70. ما هو ده لو بني آدم، كان هيبقى عنده شوية ضمير. كريمان، ممكن لو سمحت ما تتصرفيش في أي حاجة بما يخص الموضوع ده غير لما تاخدي رأيي الأول. الورقة اهي. متهيألي كده انت خدت اللي انت عايزه، والورقة دي انا مش هعتمد عليها كتير، بس الصور دي لو طلعت لأي حد قسما بالله موتك ما هيبقى كفاية. يا اخ جلال، انت ليه بتتعامل معايا على ان نصاب او مجرم؟ ده انا ابن ناس برضه، جايز تكون الانسة كريمان مظلومة وجايز لا، بس الاكيد ان انا اتنصب عليا، واللي اعرفه وقدرت اوصل له هي الانسة كريمان خطيبتي. اسيبكوا بقى تشربوا اتنين ليمون مع بعض. اه، واضح ان الاخ جلال بيحبك قوي. واحد غيره بعد ما شاف صورك المهببه دي كان دبحك. احترم نفسك واتكلم عدل. ما تنزل ايدك، انت هتعمل راجل عليا انا. اتفضل. غور يلا. لو سمحت امشي. واضح انها بتخاف عليك قوي، والنبي عصافير انتوا الاتنين، عصافير. سلام. أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنا عايزة أمشي من هنا. لو سمحت عايزة أمشي من هنا. يا أبوكي اهدي والنبي بقى شوية. معلش أنا عارفة ومقدرة اللي أنت فيه. المشكلة الأولانية خلاص المفروض إنها اتحلت. صحيح كلفتنا كتير بس في 60 داهية، سمعتنا أهم. والمشكلة التانية ملهاش قيمة أصلاً، يبقى في إيه بقى؟ وانا اعرف منين ان الموضوع انتهى على كده؟ اضمن منين ان ده ما يحصلش تاني؟ انتي مش بتردي على جلال دي. عايز ننزل معاه. طب وماله؟ ما تنزلي تفكي شويه، ولا انتي مش عايزه تكوني موجوده معاه؟ لا بالعكس، ده احسن بني ادم انا قابلته في حياتي، وانا مشدوده له جدا. بس ما اديكي شايفه، من ساعه ما عرفنا بعض وانا مدخلاه في حوارات تقرف، مكسوفة منه قوي. طب مش يمكن كل اللي بيحصل ده يكون تمن ان جلال يبقى في حياتك؟ مش عارف، انا حباه جدا. لا مش حباه اللي هو خلاص حبيته يعني، بس حاسه ان انا قربت احبه. يبقى تكلميه وتنزلي معاه حالك.
انزل فين بس وكل الهم ده فوق دماغي؟ انزل معاه عشان انكد عليه وازهقه مني، وبعدين انا مفيش موضوع تاني اعرف اتكلم فيه. يا بنتي ما هو عارف ان انتي متضايقه وعشان كده عايز يفكك، ردي عليه بقى، بيتصل تاني هو النبي. يا إلي انا اصلا مش مقتنعه ان انا اقعد انزل معاه كده لوحدينا واحنا مفيش اي حاجه بينا. انت عارفه ان انا ما بعملش الحركات دي. مش يمكن شويه ويفتحك في ارتباط رسمي؟ صراحة بعد كل اللي شايفه ده انا لو مكانه اطفش. وبعدين حتى لو تفتكري باباكي ممكن يوافق؟ مستحيل. ليه؟ هو ظروفه وحشة؟ ظروفه عادية، عادية قوي. بيشتغل مهندس كمبيوتر في شركة كده، مرتبه 5000 جنيه. 5 بس؟ وما اعتقدش انه له مصدر دخل تاني كمان. تفتكري بابا ممكن يوافق؟ وبعدين ده غير انه تقريبا ملوش اهل ولا قرايب هنا. مامته وباباه متوفين واهله كلهم في الصعيد، وبقاله سنين ملوش اي علاقه بيهم. يا حرام، هو على طول كده الحلو ما بيكملش؟ يا بنتي ردي عليه بقى، حرام عليكي. سيبيني براحتي، مش عايزه ارد، انا حره. انت حر؟ زي القمر زي القمر زي القمر. ايه عايز ايه يعني؟ عايز يقابل حضرتك. اسمه ايه؟ جلال. طب بصي اطلعي قولي له مشغوله جدا مش هينفع تقابلك. ولا اقول لك استنى خليه يخش خليه يخش. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا جلال. طيب اتفضلي انت يا سوسن. ماشي يا فندم. ازيك يا جلال؟ انا الحمد لله تمام. انا اسف يعني لو معطلك عن شغلك او حاجه. لا لا ابدا مفيش عطل، وبعدين ما انا ياما عطلتك عن شغلك. انا كلمتك كذا مره بس انت ما بترديش. فعلا ما اخدتش بالي خالص، معلش انا اسف. كلمتك كتير قوي، اخرهم من ساعه. ما انت شايف يا جلال مشغولة جدا ومش مركزة مع الموبايل خالص. كريمان هو انت زعلانة مني في حاجة؟ لا لا ابدا مش زعلانة ولا حاجة. انت عارف ان انا اعصابي تعبانة والمفروض تبقى مقدر موقفي. مش عايزة مني اي حاجة يا دكتور؟ لا يا سوسن شكرا. اي حاجة؟ سوسن مش عايزة حاجة، اتفضلي. ماشي يا دكتور. بس انا ذنبي ايه؟ انت ليه قررتي تبعدي فجأة كده؟ جلال انا هكون معاك صريحة، في حاجتين غلط بيحصلوا. اول حاجة اني ما ينفعش واحد اعرفه بقالي اسبوع 10 ايام وادخله في المشاكل اللي انت دخلت فيها دي. وتاني حاجة؟ تاني حاجة ان انا ما تعودتش ان انا اخرج مع واحد لوحدي، واديك شايف في ناس كتير بتحاول تضرني، انا مش ناقصة. طب وليه الكلام ده كله جه فجأة؟ لا ولا فجأة ولا حاجة. أنا أول مرة خرجنا فيها مع بعض قلت ما فيهاش حاجة، أي مرة وخلاص. وبعد كده الظروف هي اللي خلتنا نخرج تاني مع بعض. بص يا كريمان أنا هتكلم معاكي بصراحة من غير لف ولا دوران. أنا بحبك وعندي شعور كبير قوي واتمنى ان انا اكمل بقيه حياتي مع واحده زيك. يا ليل انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا شايفه ان احنا مش المفروض نتقابل تاني.
فاكر ان انت عندك نفس الاحساس تجاهي، يزعل ان انا فاهم غلط. انا اسف. جلال استنى، انا اللي اسف. انا صحيح بعني كل كلمه قلتها، بس انا عايزاك تفهم الموضوع صح عشان ما تفهمنيش انا غلط. خليني اخلص شغل واكلمك ونكمل كلام. انا عارف ان المشكله بباباكي، صح؟ فاكر مره واحنا بنتكلم على الشات قلت لك ان بابا دماغه زي بتوع زمان، يعني بيفكر في اسم العيله واصلها وفصلها، كمان لما يعرف انك موظف وبتقبض 5000 جنيه في الشهر هيبقى بالنسبه له سبب كافي ان هو يرفض الموضوع. انا فاهم كل الكلام ده كويس، بس اللي انت ما تعرفيهوش بقى ان انا مقدم على الدار، عايز افتح شركه يكون نشاطها كاميرات المراقبه واجهزه المراقبه بشكل عام يعني، وده بيزنس محترم جدا ان شاء الله. يعني لو ربنا كرمني كده وفتحتها خلاص هيكون مستقبلي مضمون، بلس ان انا بفهم كويس قوي في الفيل ده واقدر اطور فيه. اما بالنسبه بقى لموضوع العيله ده، فانا ليا عيله كبيره قوي في الصعيد، في اسيوط تحديدا، عيله زيدان. اي نعم انا بقالي كتير قوي ما شفتهمش، بس متاكد ان لو نزلت وقلت لهم ان انا عايز اتجوز هيجوا يقفوا جنبي. طيب انت اول مره تقولي الكلام ده. وانا كنت اقول الكلام ده فين بس، اديكي شايفه بنخش في 100 حدوته ورا بعض. ممكن لو هنخرج تاني مع بعض، يعني اطلب منك طلب ان آلي اختي تيجي تخرج معانا، عشان انا مش عايزه حد يشوفنا واحنا خارجين كده لوحدنا. انا كل اللي عايز اعرفه بس منك دلوقتي، انت عندك مشاعر ناحيتي ولا لا؟ انت تفتكر ايه؟ لا انا عايزك انت اللي تجاوبي. وانا عايزك انت اللي تجاوب، والاجابه اللي جواك هي الحقيقيه. هنا بقى هيبقى مكتبي. ها ايه رايك؟ حلو قوي، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، انت مش متخيله انا فرحانه ومبسوطه ازاي. مش بس عشان الشركه دي كانت حلم بالنسبه لي من زمان، لا عشان كمان دي هتبقى سبب ان باباك يوافق على جوازنا. شركه مش شركه، انا مش ممكن هكون لحد غيرك.
بجد يا حبيبتي؟ طبعا. انا بس نفسي موضوع الشركه ده يتم عشان بابا يوافق على جوازنا وهو مبسوط. ده استاذ عبد التواب. الو. ايوه استاذ عبد التواب، صباح الفل. ها في اخبار سعيده؟ ايه انا معاك، بس حضرتك طمنتني وعلى اساس كده انا اخدت اجراءات. مع السلامة. في ايه يا جلال؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا كريمة، مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ في حاجة تخص موضوعي انا؟ لا لا خالص، قضية كده كنت رافعها عند الأستاذ عبد التواب وخسرت انا. انت بتكذب يا جلال، بتكذب ليه؟ كريمة انا مش قادر اتكلم دلوقتي، ممكن لو سمحت نمشي؟ عشان خاطر يا هانم، انت عارفه ان دي اسرار. ازاي عايزاني اطلع اسرار العملاء بره؟ اسرار ايه يا استاذ عبد التواب؟ وعملت ايه؟ انت عارف ان انا وجلال هنتخطب، وبعدين انت مش فاهم حالته كانت عامله ازاي النهارده. ارجوك قول لي. طب انا سبب في الموضوع ده؟ لا نهائي اطلاقا. طب احلف. شغل العيال ده يعني في ايه؟ انت عايزين احلف على ايه بالظبط؟ تحلف انك بتقول الحق. ايه شغل العيال في كده؟ طب ما انتوا في المحكمه بتخلوا الناس تحلف عشان تقول الحقيقه. لو ده في المحكمه هانم، ارجوك اعفيني من الحرج ده. انا ضميري المهني يحتم عليا اني لا افشي اسرار العملاء بتوعي. وبعدين بقى يا استاذ عبد التواب، ارجوك قول لي، انا مش هينفع اسيب جلال بيتعذب كده. طب ما تسأليه، أنا مالي؟ ما أنا سألته وما ردش عليا وقفل موبايله وروحني. أرجوك قول لي. استغفر الله العظيم يا رب. سامحني يا رب، سامحني يا رب. شوفي أنا مضطر أقول لك عشان يمكن تقدري تساعديه. أستاذ جلال كان مقدم على قرض من البنك قيمته 500,000 جنيه. والحقيقة أنا كنت متأكد إن البنك هيوافق لأن أنا قدمت الأوراق والضمانات اللي طالبها البنك كلها. بس للأسف القرض اترفض. اترفض؟ يعني مش هينفع يعمل الشركة؟ مش دي المشكلة؟ يا ريتها جت على قد الشركة. أستاذ جلال كان جايب بضاعة من بره وكان هيدفع تمنها بالأجل. بس اللي حصل ده خلى معهوش فلوس يدفع تمن البضاعة دي. بس لو دي المشكلة أنا ممكن أسلفه فلوس. واضح يا هانم إنك حضرتك ما تعرفيش الأستاذ جلال كويس. أستاذ جلال لا يمكن يقبل الموضوع ده. ده راجل صعيدي ولا يمكن يقبل الحاجات دي. طب والحل؟ والله ما أنا عارف إيه الحل. ما أنت لو جبتيها له كده وقلتي له هسلفك الفلوس دي لا يمكن هيقبلها. طب أنا عندي فكرة كويسة. معلش يا سميرة، دي اللي ماسكة الشنطة دي. هاي مع باقي. أيوة. أوكي. تسلم إيدك يا سمير. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. قمر. طبعًا كريمان قمر، كيف مكانك؟ ميرسي. حلو؟ حلو أوي. عجبك؟ أوي. ميرسي. ربنا يخليك، تعبينك على طول معانا. شكرا. يلا شو عم تعملي؟ شو عم تعملي يا سيدي؟ تسلمي. ما في بينا. ميرسي، ربنا يخليك. طيب أوكي. اتفضل. ألف مبروك يا رب. شكرا. ألف مبروك. شكرا. تجنني طبعا، هو ده سؤال؟ الحلاوه دي. انا عندي بس سؤال واحد بس. هم اهل العريس اللي هم جايين صعايده دول جايين لابسين عادي يعني ولا عمه بقى وجلاليب ستايل وكده؟ انت عارفه ابوكي محبكه حبتين. ما اعرفش طبعا. وانا هساله اهلك جايين لابسين ايه؟ لا طبعا، بس اصل انا قلقانه من ابوكي قوي يا كوكي. انا خايفه قوي بابا يتنك عليهم، بس والله العظيم لو عمل كده مش هكلمه تاني ابدا. لا مش هعمل كده ان شاء الله، وهتبقي جميله حلوه.
على فكرة يا كوكو، أنا مش معترض إن أهله صعيدة، في ناس في الصعيدة كتير جدا محترمين، بس المهم إنهم يكونوا ولاد أصول. وعلى العموم ده أنا هعرفه من خلال القعدة معاهم. والله يا بابا، هو قال لي إن عيلة زيدان دي عيلة كبيرة قوي في أسيوط. عموما هيبان. الساعة دلوقتي 7:15 وهم ميعادهم الساعة 7. المفروض إنهم كانوا يوصلوا في ميعادهم بالظبط. خصوصا وأنت عارفة إن أنا ورايا ارتباطات. اتصلي بيه شوفيه وصل لغاية فين. حاضر حاضر. خير يا بابا إن شاء الله. أي جلال، أنتوا فين؟ أيوة حبيبتي، أنا على المحور. معلش أصل زحمة شوية. ربع ساعة كده إن شاء الله ونكون عندكم. اعتذري لي لباباكي لحد ما أجي واعتذر له بنفسي. أوكي. باي باي. يلا مع السلامة. خلاص يا بابا، هم على المحور. أنت عارف أوقات المحور بيبقى زحمة شوية. ربع ساعة هيبقوا هنا. المفروض كانوا يعملوا حسابهم. كده كتير يا كوكي. معاده بالساعة 7 ودلوقتي بقت 8. اتفضلي اتصلي بيه تاني. ما انا بكلمه يا بابا بس مش بيرد، مش عارفه في ايه. معلش يا كوكي، جربي مره تانية. انا بجرب اهو مش بيرد. ربنا يستر، ممكن يكون في ايه. خير ان شاء الله، اكيد مش سامع موبايله. خليكي انت بس وراه. طيب طيب كلمه. عسل قوي كده، تهيألي كده بقى عملية فلة. ده انت المرة دي الصراحة أبدعت. وإيه اللي أبدعت؟ ده بنت كريمان دي بنت هبل، دي ساذجة زي الكتكوت بالظبط. لا، حاسس حتى الكتكوت لازم تحايله علشان تعرف تكتشف. سيبك منهم يا عموم، والله العظيم ثلاثة انت نفوخك ده يوزن بلد. بس انت ما شفتنيش وأنا قدام أولاد. يا هانم أرجوكي ارفعي عني الحرج. أنا ضميري المهني يحتم عليا اني مفيش اسرار العملة بتوعي. كنت فاكر نفسي عامل زي عماد حمدي وعمال يقول لها يا نينا ارفعي عني الحرج يا نينا. بس انت اكيد طبعا كنت فك جدا وانت بتدعي الشرف يا عم الحرام. ايه فك دي؟ يعني مزيف يا ابو جهل. اي والله كنت مزيف بجد. ده انا كنت حاسس ان مكتوب على قرتي كداب، وكذا مرة انا عايز اضحك وامسك نفسي بالعافية وعايز اقولها يا هاني يا هاني ما هو سيدك بصي في وشي حتى اكتشف ان انا اساسا حقير. بطلع عيني عشان يحفظ الكلمتين دول، بس عدت على خير. المهم دي اخر عملية هنعملها سوا مع بعض. يوسف البدر رشيني ده مش حد سهل. انا مسافر كمان ساعتين كده الاردن، وانتوا كمان لازم تختفوا شوية. انتوا كمان معاكوا شقلة محترمة يعني. الله العظيم هنغوص من بعدك يا عم. ليه ايه ده؟ واحنا مش هنشتغل مع بعض تاني كده خلاص ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا ناويين تتوبوا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، احنا مكملين. طيب طول ما انت طبال وانا زمار يبقى مسير الحياة يتلقى ولا ايه؟ صح. يلا بينا يا رجاله. يلا. كريمان إنسانة طيبة وغلبانة، وأنا بصراحة ما كانش ببالي أقلبها في أكتر من 20-30 ألف جنيه في موضوع القضية ده. بس سذاجتها بقى وطيبتها الزيادة خلتها صوت سهل بس سمين.
من اول ما الاكونت بتاعها وقع في ايدي وابتديت اراقب، على طول اكتشفت انها واحده مش في بالها اي حاجه، بتنزل صور زي ما هي عايزه، كاتبه بتشتغل ايه وفين، وكل ما تعمل حاجه تكتبها على الفيسبوك. انا عايمه اكل، انا عايمه انام، انا زعلانه، انا مبسوطه، باركولي انا اتخطبت، للاسف انا فسخت. بصراحه مش مخبيه عنا اي حاجه. في الفتره دي كنت عملت الاكونت المضروب بتاعها وعملت له 250 فريند كلهم بلح طبعا. وابتدت رسائل التعارف اللي بيني وبين الاكونت المزيف ده. ولما قابلتها اول مره وهي فاكره طبعا انها صدفه، اكلت الطعم بمنتهى السهوله. ايه ده؟ دي مش انا. هي صحيح صورتي بس انا معرفكش ولا عمري عملت تشات معاك. حكايه سفر ابوها دي حسستني اني لازم ادخل في الجد على طول، لانها هتبقى لوحدها وده هيسهل فكره انها تعتمد عليا. وظهرت شخصيه ابو عمر، وانا بصراحه استخدمت خيالي الفني عشان اخليه شخصيه اسطوريه، يعني حد شكله غلط بتاع مشاكل يتقلق منه بجد. كل تفاصيل شخصيته كانت تحت اشرافي. كان الاول لازم اعيشها في حالة رعب. يلا ثانية واحدة. عشان اخليها تلجأ لي بسرعة، واعوض لها الاحساس بالامان وابوها مش موجود في البلد. ايوه يا جلال. معرفش في ظابطة دخلت كسرت الباص عندي. قصة ان ابوها داخل الانتخابات وسمعته تهمه قوي خلتني افكر اني لازم استغل الموضوع ده، ففكرت ادخل الجهاز بتاعها يمكن الاقي فيه اي حاجة اقدر امسكها عليها. بعت لها صورتي وانا صغير، مش انا اصلا، انا اصلا ما اتصورتش وانا صغير، مين كان يعني اللي هيصورني؟ المهم مع الصوره دي بعت لها فايل هاك كده بسيط اخترقت بيه الجهاز بتاعها، وبقيت شايف كل حاجه جواه. قعدت اتفسح في الفولدرات بتاعتها لحد ما لقيت صورها بالمايو مع خطيبها القديم. وهنا غيرت الخطة تماما. إيه اللي يخليني يعني أقلبها في 20-30 ألف جنيه أتعب محامي، وأنا ممكن أخد أضعاف مبلغ زي ده؟ وهي دي التعديلة اللي أنا عملتها في الخطة ونجحت نجاح منقطع النظير. اللي اسمه أبو عمر ده جالي العيادة وهددني، يا إما أجيب له الفلوس يا إما هينشر الصور. طب وما كلمتنيش ليه يا بنتي؟ قلت لي اللي حصل. أنت جاي دلوقتي تقولي لي؟ أعمل اللي حصل بقى. طب يلا انا جايلك حالا، يلا باي باي. باي. كريمان حبتني قوي، وشفت حبها ليا في عينيها بيكبر كل يوم، لدرجه ان انا كمان ابتديت احبها. وساعتها كان لازم اقرر انا بحب مين اكتر، كريمان ولا الفلوس؟ طبعا الفلوس. شركه مش شركه، انا مش ممكن هكون لحد غيرك. بما ان الفلوس تكسب طبعا. والمثل بيقول ان عشقت اعشق قمر وان سرقت اسرق جمل، فقررت اني استفيد من الحب ده واسرق الجمل. يا استاذ عبد التواب. الو. ايوه يا استاذ عبد التواب. ايوه صباح الفل. فعملت الفيلم بتاع الشركه ومكالمه التليفون الغامضه مع عبد التواب المحامي. كنت متاكد ان حب كريمان ليا هيخليها تطلع تجري على عبد التواب عشان تساله هو ايه الموضوع، وكنت واثق انها مش هيبقى عندها اي مشكله انها تكبش من التل وتديني. طب وانت ايه اللي يضمنك ان بعد المكالمه هي هتيجي علينا؟ ولا حاجه، هتحاول قدامها من واحد متفائل ومبسوط لحد ما انهار نفسي. مش هتطول مني ولا حق ولا بطل، ومش هتعرف ايه اللي كله. ساعتها بقى اقول لها انا عايز اراجع، وبعد كده هقفل التليفون. هي بقى تجري على الحد اللي عنده المعلومه،
مين بقى؟ انت. طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ عبد التواب هيزلها شويه وبعد كده هديها المعلومه، وهي اكيد هتقول له اسلفه او اديله فلوس. طبعا هو يقول لها لا ما ينفعش، ده راجل سعيد اتشاج. طب افرض ما عملتش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي؟ انا واثق ان هي هتعمل كل ده، مشاعرها الانثويه هتسوقها لكده، ولو ما عملتش كده انا عندي الخطه البديله. فاهم؟ طب والحل؟ ممكن نلف عيله من بعيد، حضرتك تحطي له الفلوس دي في البنك وانا افهمه ان انا ليا ناس مهمين في البنك واني كلمتهم ووافوا انهم يدوا له القرض ده، والفلوس اللي في الحساب دي فلوس من البنك مش من اي حد تاني، وبالطريقه دي يقدر يعمل الشركه ويتقدم لك وتتجوزوا وتتبسطوا. والله فكره حلوه. يلا انا موافقه. على خيره الله. عبد التواب بصراحه عمل دوره 10 على 10، ودي الحركه اللي خلتنا سامحه على اغبى حاجه عملها. وعلى فكره عبد التواب ده مش اسم، اسمه الحقيقي وائل، واكيد لو كنا سيبنا اسمه كده كنا اتكشفنا. هو مش معقول يعني واحد شكله كده ويبقى اسمه وائل. رخر ابو عمر ده اسمه وليد. اسماء بصراحه كده كبرها تاخدها وتروح بيها الملاهي. بس في اعتراف انا لازم اقوله، ما انكرش اني في لحظه فكرت ليه ما اكملش معاها واتجوزها واعمل فعلا شركه واعيش حياتي طبيعي مع انسانه ممكن احبها. بس بصراحه ده كان هيبقى مخاطره كبيره جدا. انا لا ليا اهل في الصعيد ولا اعرف لي اهل اصلا. وبعدين انا ما اسميش جلال زيدان من اساسه. نادين، شو؟ شو ايه؟ كيفك؟ أنا كمال. مين كمال؟ مين كمال؟ كمال كيمو.